هلا احلى نون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا الجهاز يا ناقي ذي طلبته بالضبط يا أخي، يعني هذا الجهاز اللي بيكشف لي الكذب من الصدق. نعم، يكشف لك الكاذب من الصادق. سبحان الله، لا تشوف على علم. وكيف يشتغل هذا الجهاز؟ بسيط جدا، تحط هذا فوق راسك، تمام؟ أيوة. وتشغله من هنا هذا الجهاز. إذا رن الجهاز معناته إنه كذاب ابن 60 كذاب، وإذا ما رن شيء الرجال يتكلم الصدق. يا سلام. يا اسمع يا عامر، قم اجلس فوق الكرسي خلني أسألك. عيب عليك، ايش تسألني؟ ما تثق فيني وما تصدقني وتكذبني. لا ما صدقك، قم كذاب. والله انا معك حق. يا اخي اليوم تعبان بيني وبينك. شوف يا عامر، والله العظيم انك جالس، واذا ما جلست انا بعرف ان انت مش واثق من نفسك. والله اني واثق من نفسي. يلا قم روني. يعني تحداني؟ ايوه اتحداك، قم تعال يلا. هكذا استريح. ها شغله، شغله من هنا. ايوه شغله من هنا. يعني اذا الحين اسالك واضغط هذا؟ ها ايوه، بس شوف اسمع، اسئله خاصه مشتي. اسئله خاصه مشتي؟ وش عندك؟ ما عندك، ما عند جدتي 24 ساعه معي، ودائما تتضارب بنت عمي اللي هي زوجتك، ومكانها يعني تروح بيت ابوها وانا ارجعها لك. ايش ما عندك حاجه؟ اسال اسال يا ناجي، اسال. اسئله خاصه. اضغط هذا. ها ايوه من هنا. حلو. بسم الله. بسم الله. السؤال الأول يا عامر، لما تجي عندي المجلس تجي معزة ومحبة فيني، ولا تجي تصلح معي مقاطع وتشتهر؟ عيب عليك يا ناقي، معزة ومحبة فيك يا أخي، احنا مثل الأخوان. يا كذاب يا كذاب، الطمق بلقفك يا كذاب يا مصلحة. ها معزة فيك ومحبة. السؤال الثاني عامر، لما أصلح بالفيديو إعلان وتجيني اللهم لك الحمد وهذا رزق من الله، تجي الحمد لله على براءة، زين تجيني إعلان تفرح لي وتقول الله الله يزيده ولا تحسدني؟ يا أخي مش للدرجة هذه، أكيد أفرح لك. يا كذاب يا كذاب يا حسد، الله من صورتك حسد. السؤال الثالث يا أخي اسمع، لا سؤال ثالث ولا رابع، يكفي لها أنا وبس، يكفي الصدق. والله انه صدق، يعني انا اتوقع لو وصلنا للسؤال العاشر ننهي ام العلاقة هذه. يا اخي والله عجبني هذا الجهاز يا اخي، والله العظيم عجبك. ها والله رقم واحد. اهم شيء ما زعلت من الاسئلة؟ لا والله ولا زعلت ولا شيء، انا عارف خلقتك، عارف انك وسخ من زمان. طيب الحين دوري انا اسألك. يعني ايش تورطني عامر؟ انت تعرف اللي بقلبي على لساني، انا ما اكذب. مالك يا قلبي ولساني؟ اضرب الشال وتعال ركب لك الجهاز. اضرب ايش؟ اضرب الشال وتعال اجلس مكاني. ياي وزن كلامك، ما عاش من يرمي الشال من فوق راس المروبة الا على موت رجال او على فقد المفوضة. قم 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 قم، مفوه وربوه. احترم القصيدة هذه. ها ركب الجهاز. اتركبت. ركب الجهاز. عامر ما يركب ضيق. هكذا. ها ربل ربل ينطلص. ايوه. سأل. اسمع. سأل نفسي. للحين. جرب. جرب اسأل. ايش اسمي؟ هات ايش اسمي؟ ناجي. اها. السؤال الأول. أيوه سلام. ناجي أنت تحبني من قلبك وتخاف علي؟ عامر والله لو ما أحبك ما جيت هذا المجلس ثاني واحدة. أنت مثل أخوي، أنا أحبك وأعزك وأحترمك جدا. لا تقولني لا أكذب عليك ولا إيش، لا أقول لك اللي في قلبي على لساني. مش مثلك يا خبيث. والله مارن. آه. السؤال الثاني. ايش فيك؟ نقص صوتك، نقص صوتك. بلات. السؤال الثاني. ايوه ايش شو، ليش لا ترفع صوتك؟ السؤال الثاني. ايش فيك؟ نقص صوتك. نزل ايدك. هل تنوي الزواج بثانية؟ عامر. نزل ايدك. انا لما سألتك ما رفعت صوتي. ما لك دخل فيني، جاوب. ايش السؤال؟ ها؟ خلاص عرفته، هل تنوي؟ عرفته خلاص، لا ترفع صوتك. يلا جاوب. استغفر الله. لا لا لا. اوه
الله يقلعك، سود الله وجهك. ايش صار يا ناجي؟ سود الله وجهك، يعني كابل الكهرباء بالمطبخ. انا حين المره سمعت السؤال الله يسود وجهك عرف. الظاهر ما في عشاء يعني، انا بتوكل بروح اتعشى الصبح. اجي اتعشى معك. لا خليك انا عند الجماعه حل المشكله. الله يقلعك. ياي يا مره، انا يا مزحه ولعب وضحك. ياي الله يقلعك يا عمر. يعني ايش استفدت يعني يوم انت جيت زوجها الثاني؟ يعني الحين المره جعله وراح عند ابوها وانت ولا استفدت شيء. الله يقلع شكلك. والله ان السؤال ما له داعي يا عمر. كانت الساعة 12، كم مرة اقول للولد هذا عمر لا يتأخر بعد الساعة 12؟ يا اخي والله انك تعب. الجيل الجديد هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا جيل نيدو، كان يجي يقول لي حرية شخصية يا ابوي، انا كبير انا كبير. والله لا ارويك من الكبير يا كلب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. يسعدك. تعال 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 ابوي. تعال تعال هنا. تعال. حاضر ان شاء الله. ساعة كم؟ 12. وانا كذا مرة قلت لك لا تتأخر بعد الساعة 12، قبل 12 تكون في البيت. وين كنت؟ بس أنا كنت أذاكر عند ربيعي. أنت ذاكر عند ربيعك؟ رويك كيف ربيعك هذا الحين؟ يا 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 عرين. شو هذا عري أبوي؟ عري قطوة، تعرف القطوة؟ تجس بالليل بعد ما تهدأ الأمور تفتش الزبايل. يا زبالة. وهذا؟ هذا الحين بقول لك إيش هو. هذا جهاز، جهاز كشف الكذب. أشوف أنت صدق كنت عند ربيعك تذاكر ولا لا؟ قم ولبسه. تعرف لو رن الجهاز ان انت كذاب ايش يقع فيك؟ يا رب يا رب. لا 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 تجيب ويرن بيقع يوم جن يوم دبور. انا اعرف بس ما له داعي هذا، انت تعرفني من عيوني يا ابوي. هذاك ولا اعرفك من عيونك. للحين قد وجهك كله شعر، ما عاد لا اشوف لا ملامح ولا حاجه ولا شيء. قم البس. مهما يكون انا فلذه كبدك يعني ولا. قم يا كبدي قم قم قم. لا ما كان له داعي يعني، انا فلذت كبدك. قم قم يا كبدي قم. هذا وين يلبسه هني؟ بس سوا بس سوا. ايوه هذا الجهاز. ابوي ما يكهرب؟ انا بكهربك لو كذبت. السؤال الاول، هل انت تحب ابوك ولا لا؟ ايوه ايوه احب ابوي. كيف ما احب ابوي؟ يعني انت كل شيء بالنسبه لي. والله مرن. ها يعني صح صادق. الحمد لله ما شاء الله. السؤال الثاني يكفي. لا لا عاد احنا مطولين. هل انت تكلم بنات؟ كيف اكلم؟ انت ربيتني على التربيه الصالحه وخليتني امشي سيدها، اللهم لك الحمد. عيب؟ لا طبعا لا صح. والله صدق يا ولدي، اللهم لك الحمد. ما شاء الله والله انك رجال. السؤال الثالث، قد شيء يعني انت لا تصلح، يعني مثلا تدخن، تطرح شمه ومضغه، ولا شيني كيني مدري كيني ميني؟ ها؟ لا لا كيف احط هاي؟ ماشي رجال عجبتني والله. والله العظيم عجبتني. السؤال الثالث تضربني كثير. اصبر. السؤال الثالث معك. هل انت يجيك تفكير او احساس يوم اكون انا راقد اشتكي تخنقني؟ انا عارف انك انت ما تقدر تصلح هكذا، بس انا اقول لك، هل الشيطان يوسوس لك انه مثلا تطرح لي سم بالاكل، ولا مثلا يعني تضرني؟ هل يجيك تفكير نفس هذا؟ لا طبعا يا ابا، انت ساج على راسي. انت 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 بدونك انا كيف اعيش؟ بدونك يا ابا كيف اعيش؟ انت فلذت كبدي يعني. صح صح طلع والله انه صح ما شاء الله. ولا بدا حركة الجهاز. الله يحفظك يا ابا. السؤال الاخير يكفي يا ابا وهو الاهم. ها لو مع الايام تزوجت وجتك المرة وقالت لك يا اخي انا مشتي اعيش مع ابوك، ابوك يا اخي هذا نشبة، ابوك يا اخي مزعجنا، امانة عليك با تترك ابوك رمي يعني جالس بالبيت مرمي، ولا ومعه ولد المشكلة، والولد هذا مفروض يكون سند له، رمية الكلاب تدرب ابوك هناك، يا اخي لا ذمه ولا ضمير. لحظة عاصي والديك. لحظة لحظة لحظة، انت الحين انت سألت وانت اللي خذ هذا الجهاز. انت
خذ الجهاز. ماني جاوب ماني جاوب. صح انا اسف، انا سالت وانا جاوب. انا جاوب. انا اسف والله اني اندمجت. ايش جوابك؟ لا طبعا كيف نخرج بروحنا، لازم تجي معنا. وش صلح في البيت؟ كيف والله يعني؟ مارن. ايوه مارن. والله اني ظلمتك، انا اسف. والله بالكثير. لا انا اسف. لا والله الفكرة انا اسف يا ولدي، والله انك تعرف رفعت راسي هكذا. انت رجال ما شاء الله عليك. هاجمي هاجمي، ما عليك ولا عاد ازيد اظلمك بهالايام. ناجي ما شاء الله على طيور الكناري، ما شاء الله ما شاء الله. تعال تعال يا عمري جلس هنا. ها جلس هنا. شوف ولدي والله انه فخر لي، افتخر في هذا الولد. شوف هذا الجهاز اللي جبته انت، برأ ولدي الى يوم القيامه. سالته 20,000 سؤال والجهاز ولد ذاك كلمه. سالته عمر، ايوه سالته تكلم بنات، الجهاز ولد ذاك كلمه. سالته يعني تدخن تصلح حاجه، الجهاز ولد ذاك كلمه. تحب ابوك؟ قال نعم. والجهاز ولد ذاك كلمه. عجيب. الجهاز نفسه استحى. اشوف اشوف شوف ولد ذاك كلمه. اكيد ما بدي كلمه، ماشي شاحن الجهاز طافي. امانه والله. ركب ركب الشاحن. لحظة الحين أبا تصدق جهاز وتكذب ولدك؟ يعني أنت ربيتني على الدين وعلى الصراط المستقيم وتصدق جهاز؟ آه والله العظيم. شوف صدقك. شوف يا هذا هذا الجهاز أبوه. والله ما عاد أسألك سؤال. صدقته؟ شكله نصاب وكذاب واضح. شوف 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 كيف شوف شكله صقر شارد عاد. شوف أنت لو تعطيني الثقة، بس الثقة، كيف شكله؟ والله بالله عليك يرضيك الكلام هذا؟ لا والله ما غلط، صقر شارد صح. انا قد شفت صقر قبل شارد. والله نفس الشيء. والله النصايح. والله اني مسامحك. أيوة. ولا عليك من احد وكلامه صح. يلا ارحل. خلاص روح. براءة براءة يا اخي. والله انه مسكين. خلاص يا اخي يا اخي شكله كذاب. والله انه قطع قلبي. يا عامر اسمع، خلنا نغير جو ونفعلنا خمسة أسئلة بخمسة أسئلة. أنا موافق، لكن أنت أول. يلا يلا أنا خلصت قبل آخر واحد. مالي دخل، أسألك أنا أول. بس بشر. ها. لا ترفع صوتك. وعد ولا أرفع صوتي. عمر أنا أسألك بنقاط صوت، أسألني بنقاط صوت. تمام. وعد. وعد. يا أخي والله ما تكفي. مالك يا ناجي؟ والله شكلك مش ثقة. عيب عليك شحر. لا والله أول سؤال بتسألني. ألا والزوجة الثانية موجودة؟ لا. لا. قد انا راحه قد راحه بيت ابوها. السؤال الرابع انا بتزوج.